السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من قناة الشارع الألماني مع محمود التلباني. النهاردة حلقة جديدة في سلسلة حلقات دويتش فيشتين اللي من خلالها بنترجم أغاني ألماني بحيث ان احنا نحسن الكتاب عندنا والسمع ونوسع أفقنا شوية في الترجمة من خلال ان احنا نحاول نترجم مع بعضينا ونشوف هل اللي احنا ترجمناه دوت صح ولا لا. فالنهاردة ان شاء الله انا جايب لكم أغنية تاوزن أند أين نايت اللي هي ألف ليلة وليلة لكوكب الشرق أم كلثوم. الفكرة كلها جات ان انا كنت قاعد، الأغنية جات ابتديت طبعا بعقلي بحاجة لا إرادية ان انا احاول اترجم كلمات ديت، فابتديت اترجم كلمة كلمة جاب الكلمة كلمة جاب الكلمة، فجأة لقيت ان انا بقى عندي جملة، ادخل ابحث على حاجة فلقيت نفسي ان انا ترجم. فده مجرد اجتهاد شخصي مني، ياريت لو في حد شايف ان في حاجة ممكن نقولها او ان كان في حاجة افضل او حاجة اصح يكتب لي في الكومنتات تحت ونتناقش عليها. فالترجمة بحر واسع وده بس مجرد اجتهاد شخصي لا اكتر ولا اقل، حاول اساعد من خلاله الناس. وعشان مطولش عليكم المقدمة يلا بينا نبدأ يا شباب. لوس جيتس. عندنا هنا بداية الاغنية بتبدأ يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي، فانا ترجمتها طبعا ترجمة عادية ماين شاتس اودا ماين ليبلينج ماين ليبلينج. بعد كده بتقول الليل وسماه ونجومه وقمره قمره وسهره، فانا قلت هنا الليل وسماه ترجمتها der Himmel in der Nacht ihre oder seine Sterne und der Mond. ترجمتها هنا اني السماء في الليل ونجومه او نجومها والقمر. طب انا ليه عملت دوت؟ انا هنا بيقول الليل وسماه، فانا قلت يعني هي مقصود بيها ان السماء في الليل ونجومه وقمره، فقلت لو النجوم والقمر ما بتمقصود او بتعود للليل فناخت عادتها دي فهتبقى ايغا شتانا اوند ياموند، ولو مقصود بنجوم وقمر السماء ف هيمل أدتها دا فهتبقى زين شتانا ونديموند. فده يعني تحليلي أو فكري اللي جه أثناء الترجمة. بعد كده بتقول له قمره وسهره، فهي تقصد إني الحاجات ديت سهرتنا خلتنا سهرانين، فترجمتها زي هالتن مش فخ اللي سهرتني، زي هالتن مش فخ اللي هي اللي أبقتني سهران أو صاحي. طيب ده بالنسبة لقمر وسهره. بعد كده قالت وانت وانا يا حبيبي انا يا حياتي انا، انا ترجمتها دو بس ماين شيتشن ماين ليبن. انا الكلمة بس كنت حابب برضو ان انا اضيف ان ديت كلمة زي دلوعة يا سكرة، هي مستخدمة اكتر للسيدات ولكن برضو يمكن ان احنا نستخدمها للرجالة. وانا برضو استوحيتها من ان هي هنا بقى بتدلعه اللي هو يا حياتي انا اللي هو فيها ايه شيء من الدلع. بعد كده بتقول كلنا كلنا في الحب سوا، دي ترجمتها عادية جدا wir sind alle in der Liebe gleich. بعد كده بتقول الهوى منه الهوى منه الهوى، فهنا الهوى او حاجة زي الحاجات اللي هي في اللغة العربية ديت حاولت اجيب لها ما يقابلها في الالمانية زي اويا ديت حاجة زي او ماي جاد. بعد كده قلت الهوى دي ليبة فاخت über uns durch die ganze Nacht، اني الهوى بيحرصنا او بيصنا خلال او اثناء الليل. زي جبت uns einen Schluck Glückseligkeit، فهنا بتقول بقى ايه سهران الهوى يسقينا الهوى ويقول بالهنا، فانا هنا قلت اني زي تعود على دي ليبة جبت uns einen Schluck يعني بيعطينا شلوك ديت زي رشفة او لا شفطة لما تقول لحد مثلا انا عايز شفطة، او مثلا والدك يقول لك برضو انت سكران تاني فتقول له داس بان هو einen Schluck ده يعني شفطة واحدة بس، فشلوك يعني شفطة وأدتها ديا. وبرضو كلمة زغوطة يعني شلوك أوف وأدتها ديا. وجلوكزيلشكايت يعني السعادة والفرح. فبعد كده بتقول ويقول بالهنا und verheißt uns größte Freude
يعني، ويقول بالهنا. أنا ترجمتها بالعربي أولا، اللي هو أنت لما بتدي لشخص أكل أو تقول كلمة بالهنا والشفا، اللي هو أنت بتتمنى أن الأكل دوت يعود عليه بالهنا، لكن أنت مش عارف، أنت فقط بتتوقع أن الشيء دوت هيعود عليه بالهنا، أي بالصحة أو بالسعادة. فهنا طبعا علشان الحب هيعود بالسعادة مش بالصحة، لأنه مش أكل، أو برضو ممكن يعود بالصحة لو هو يعني حب حقيقي. فقلت فيهايست، يعني اللي هي فوهير زاجن، اللي هو بيخمن، اونس جروست فرويد، اللي هو بيتوقع لنا سعادة كبيرة. دي ترجمة كلمة ويقول بالهنا. بعد كده بتقول يا حبيبي يلا نعيش في عيون الليل. لو هنترجمها ترجمة شبه حرفية، هم ممكن نقول mein Liebling lass uns im Angesicht der Nacht leben، أو ممكن نقول lass uns unser Leben während dieser Nacht verbringen، يعني أنا قلت اللي هي خلينا نقضي verbringen حياتنا أثناء الليلة ديت، من حلاوتها ومن إن هي ليلة جميلة زي ما هي بتوصف في الأغنية. بعد كده بتقول ونقول للشمس تعالي تعالي. فقلت wir befehlen dann der Sonne erst nach einem Jahr wieder zu scheinen nicht eher، يعني ونؤمر، أو ممكن نستخدم wir sagen، ولكن أنا شفت إن هنا صيغة الأمر إن إحنا نؤمر الشمس من شدة الحب، فقلت إن هي تبقى befehlen نؤمر، بعد كده هنؤمر بقى الشمس إن هي تيجي بعد سنة تشرق، بعد سنة نشت إيه ليس قبل ذلك، مش قبل كده. تعالي تعالي بعد سنة مش قبل سنة، دي ليلة حب حلوة بألف ليلة وليلة. فأنا ترجمتها nur eine süße oder schöne Nacht der Liebe süße wie 1001 Nacht، يعني فقط ليلة جميلة من الحب بتبقى جميلة زي ألف ليلة وليلة. بعد كده بتقول بكل العمر، هو العمر ايه غير ليلة زي الليلة. liegt das ganze Leben welches im Leben steckt in dieser Nacht nur heute Nacht. فليكت هنا بتعود على الليلة ديت، فعشان كده ليكت، ان الليلة ديت بتقع للحياة كلها اللي تكمن في الحياة في هذه الليلة، nur heute Nacht، فقط هذه الليلة. جميل. بعد كده بتقول ازاي ازاي ازاي، اوصف لك يا حبيبي ازاي، هتبقى wie könnte ich es dir beschreiben، ونلاحظ ان حاطط اس هنا هوت in Klammern بين قوسين، بحيث ان احنا لو شلنا اس هنا هوت هتبقى اوصفك ازاي، لكن هي تقصد اوصفها لك ازاي، اوصف لك يا حبيبي ازاي. فاس هنا هوت مهمة جدا، لو اتشالت هتغير معنى الجملة. بعد كده قبل ما احبك كنت ازاي يا حبيبي، كنت ازاي was war ich، ماذا كنت before du in mein leben tratest oder tretest، يعني انا كنت ايه قبل ما انت تقتحم او تدخل حياتي. treten وده الماضي منها، tratest oder tretest، وطبعا بيعمل اكوزاتيف. mein liebling حبيبي، كنت ولا امبارح فاكراه ولا عندي بكرة استناه. فهنا يا حبيبي mein Liebling wie soll ich das beschreiben، اوصف لك ازاي، اني an gestern will ich mich nicht mehr erinnern، انا هنا عملت تقديم وتأخير، ممكن اقول ich will mich an gestern nicht mehr erinnern، فكلنا عارفين اني sich erinnern an plus accusative يعني يتذكر في شيء او يفكر فيه، يعني يتذكر شيء. فانا هنا المقصود بيها ان انا ما كنتش حتى بفكر في امبارح، لم اعد افكر في امبارح. بعد كده بتقول له ولا حتى يومي عيشاه يا حبيبي. ich hatte kein morgen ohne dein liebe، انا ما كانش عندي صباح بدون حبك. ولا حتى يومي عايشاه يا حبيبي. ايش هات كان انتاج اون اديش ان ماينا نيها او باي ميا. ايش هات كان انتاج يعني انا ما كانش عندي يوم بدونك، ان ماينا نيها يعني بالقرب مني
او ممكن نقول باي ميا، يعني برضو معي او بالقرب مني. بعد كده بتقول له خدتني بالحب في غمضة عين، ترجمتها دو هاست مش mit Liebe im Augenblick genommen. ليه بقى؟ وريتنا حلاوة الأيام فين؟ عشان توريني حلاوة الأيام، فأنا ترجمت أمي دي Schönheit der Tage zu zeigen. حلاوة الأيام فين؟ الأيام فين؟ الليل بعد ما كان غربة، غربة مليته أمان. فهنا ohne dich بدونك sind mein Nächte einsam، بدونك كانت ليالي وحيدة، اللي هو أنا كنت وحيدة، غربة مليته أمان. فدو جابست ميا زيشاهايت اند جيبورنهايت، يعني لما انت بقى جيت اديتني الامان والطمأنينة. جيبورنهايت اللي هي الطمأنينة، مكان موطني يعني اللي اتولدت فيه. بعد كده بتقول له والعمر اللي كان صحرا صحرا صباح بستان، ماين ليبن فا اين اينزاما اند اودا فيستا، حياتي كانت وحيدة وصحراء جرداء عزباء لا يوجد بها مية ولا ماء. كلمة صحر صبح بستان دو ماختست اينن بلوند جاتن تغاوس، يعني انت عملت يعني حديقة مزدهرة كده هو بقى، وخليت الحياة تدب فيها تاني، تغاوس يعني من ذلك. واخر حاجة معانا was kann im leben besser sein als eine nacht wie heute. دوت deutsches sprichwort، مثل الماني اللي هو بيقول ايه اللي في الحياه ممكن يكون احسن من ليله النهارده. ده الجزء طبعا اللي انا ترجمته من الاغنيه، لان الترجمه يعني شيء مش سهل، ومحتاجه وقت، ومحتاجه انك انت تحلل اساسا العربي ايه اللي مقصود بيه. فاتمنى تكون الكلمات عجبتكم، وكل عشاق كوكب الشرق ياريت لو في منهم ناس بتتكلم جيرمان مستواها يعني كويس في الجيرمان، يقدروا يترجموا معايا او يتناقشوا معايا في معنى شيء او في ترجمة افضل لشيء. اكون شاكر افضلكم. Wenn dir dieses Video gefallen hat und etwas davon gelernt hast, bitte vergiss nicht, meinen YouTube-Kanal zu abonnieren und einen Daumen hoch zu geben. لو عجبكم حلقة النهاردة ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب في القناة، وتشيروا الفيديو طبعا لكل عشاق أم كلثوم، كل المغتربين في ألمانيا، النمسا، سويسرا، أحلى تحية من الشارع الألماني مع محمود التلباني. دانك فير تو شاون، وسنة سعيدة عليكم جميعا، أتمنى لكم الخير والصحة والسلامة. السلام عليكم يا شباب.